اخبار فريق شباب محمدي اللي نقولوا نبداو بالحصيله ديال 16 ماتش مع التوقف اللي غيكون يعني في 16 ماتش في الرتبه 11 ب 19 نقطه في 16 ماتش. خويا عزيز ربح 5 تعادل 4 وخسر 7 ديال الماتشات، يلاه مارك 14 بيت وتباركوا عليه 18 الهدافين ديال الفريق، وسام مليوي ماركي 5، النخلي ماركي 4، عبد الرزاق ناقوس 3، حمزه الواسطي بيت، زين الله كذلك ماركي هدف واحد. يعني الفريق كما قلنا هذه مده ما انتصر في ملعب البشير المحمدي، اخر فوز ليه كان في ملعب البشير ضد فريق المغرب الطواني، وكان الفوز ب 4-3 كما قلنا في 6 الماتشات الاخرين. عزيز يلاه ربح ماتش واحد فريق اتحاد طنجه خارج الميدان، جوج تعادلات وثلاث هزائم، ثلاث هزائم منهم جوج ماتشات في ملعب البشير ضد فريق الشباب الرياضي السوالم 3-0، وكذلك ضد فريق نهضه البركانيه ب 1-0، وكذلك كان عنده جوج ماتشات لعبهم في المستوى الكبير ولكن ما قدرش انه ينتصر. ضد الفتح الرياضي كان منتصر ب 1-0 حتى الدقيقه 101، عتمارك عليه الهدف التعادل. هذا الماتش اللي كان فيه يعني احتجاجات كبيره ديال المكتب المسير للطاقم التقني، وهذا الماتش اللي خدا فيه رشيد روكي وطارق الجرموني الحمراء وكذلك مروان زيلا، والماتش الاخر يعني اللي تعادلوا فيه كذلك اللي خسروا فيه مع النهضه البركانيه، وكان كذلك احتجاج على التحكيم في هذا الماتش. هذا المشكل الكبير اللي كيعاني منه عزيز فريق شباب محمدي هو كثره الاصابات، يعني المصابين اللي عند الفريق شباب محمدية، المليوي، كمال القير، يوسف وطراوري، مروان أفلا، عزيز النخري، اسماعيل بن قطيب، يعني عانى الطاقم التقني يعني بقيادة رشيد روكي والمساعد ديالو عزيز أي تعبي، عانوا باش يكملوا يعني التشكيلة اللي غتلعب في الماتشات الاخرين، وخاصة في الميليو تيرا اللي كانوا غابوا ثلاث لاعبين مؤثرين مروان أفلاح أسامة الزمراوي وإسماعيل بن قطيب، يعني وخلى رشيد روكي أنه يلعب الكابيتان ديك بلاك فرونتال أنه يلعب ميليو تيرا هو عبد الحق العسال. هضرت يا عزيز على الميركاتو، ما كاينش ميركاتو عن فريق شباب محمدية، كاين اللاعبين اللي غادروا، كاين اللاعبين اللي باقي ما تكلفوش لحد الآن اللي غادروا، كما قلنا فيصل حدادي اللي ما تكلفاش اوريزيلا مع فريق شباب محمدي اللي كان بريت في الموسم اللي فات مع سريع واتزم، كذلك المغادره ديال محمود بن حليب اللي لعب تقريبا واحد ثلاث ماتشات وما كملش مع فريق شباب محمديه، خالد حشادي، اسماعيل محراب باقيين تيترينيو مع فريق شباب محمدي ولكن باقي ما تاهلوش انهم يلعبوا مع الفريق هذا الموسم. هذا غيكون صعوبه باش يعني لحد الان لحد هذه المراسله عزيز يعني باقي ما بانش كما تنقولوا بين قوسين الضوء في هذا لافير ديال اسماعيل محراب وخير حشادي، واش انهم يتاهلوا باش يلعبوا مع الفريق ولا غيبقاو يعني صعيب الامور بالنسبه للاعبين ولا الفريق. والمشكل الكبير هو ان الفريق يلاه عنده جوج الحراسة عزيز بعد المغادره ديال مجيد مختار اللي كان وقع مع الفريق وترينا معهم من بدايه الموسم، مشى مجيد مختار الفريق الشباب الرياضي السوالم، وبقاو جوج الحراس اللي كاينين في الفريق هو الحارس سفيان الرحول اللي قدم مستويات كبيره مع فريق شباب محمدي، وكذلك اللاعب المهدي الحرار، يعني هما اللي باقين في صفوف فريق الشباب المحمديه. الفريق مورا الماتش الاولمبي خريبة كما قلنا اللي دار كل شيء ولكن ما قدرش انه يفوز في تصريحه يعني مورا الماتش، يعني اكد رشيد روكي انه تعاني انه تخلق فرص كثيره للتسجيل ولكن ما تترجمهاش الاهداف. شفنا انه كان سبق التسجيل بواحد زيرو مارك عزيز النخري، وكان مورا الهدف ديال عزيز النخري كانت فرص ديال التسجيل لصالح فريق شباب محمدي، خاصه مروان زيلا اللي بقى فاص يعني ضيع، طلعوا اللاعبين الفريق الاولمبيك الاخرين بقاو يسجلوا هدف التعادل، وكانت يعني الغضب كبير ديال الجمهور كذلك المسيرين والطاقم التقني على هذه النتيجه، واللي كانوا باغين انهم يرجعوا النتائج الايجابيه مورا الماتش ديال اتحاد طنجه اللي ربحوا بواحد الزيرو، ولكن التعادل كان مخيب الامل بالنسبه للفريق اولمبيك الاخرين. بقى مورا هذا الماتش ايوب الطاقم التقني عطى يومين راحه، وغدا غداو او غدا في العشيه اول حصه تدريبيه في لانكس، ونعاودوا نهضروا ايوب عزيز على لانكس ديال ملعب بشير، خاص الناس يشوفوا من حال هذا الملعب هذا، لان بزاف اللاعبين الفريق شباب محمدي تصابوا في هذا الملعب هذا، منهم اسماعيل بن قطيب، منهم اسامه المليوي اللي ما قدروش انهم يسيروا الارضيه ديال الملعب ديال لانكس اللي فيها بزاف ديال الحفاري. والسبت غيكون ماتش في العشيه ضد فريق الجيش الملكي، ماتش ميكال يعني ماتش ودي في الاكاديمي ديال فريق الجيش الملكي نهار السبت في العشيه، يعني حتى فريق شباب محمدي ما تثقش
كيلعب ماتشات وديين مع فريق كيفاش يلعب عنده ما عزيز. هذا هو المشكل اللي عند الطاقم التقني، هو ملعب التدريب اللي كارثي، ونتمنوا انه يتصلح بأقرب